يخرب بيوتكم ويدمركم تدميرا ويطهر بيت المقدس من نجسكم ويحفظ المسلمين وأبناء الشهداء من مكائدكم وشروركم إن شاء الله عن قريب. أخطب الآن خطبة مختصرة محذرة ومنذرة مخاطبا لليهود الصهيوني الإسرائيلي، أحذركم أيها اليهود أن أرض فلسطين أرض المسلمين، ليس في فلسطين سلطنتكم، وفيه مسجد الأقصى الذي قدسه الله عز وجل وبارك حوله ببركة قدمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فلذلك يجب على المسلمين تحفظ حرمة بيت المقدس. أقول لكم أيها اليهود اخرجوا من أرض المقدسة من الفلسطين، وإن لم تخرجوا فاذكروا قصة غزوة خيبر، اذكروا قصة غزوة خيبر في التاريخ، كيف خربت خيبر وكيف قتل اليهود. وأحذركم خاصة أحذر رئيس إسرائيل نتنياهو عليه اللعنة، سيخرج ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقاتلين، يريد بيت المقدس، يريد أرض فلسطين، ثم يخرجكم من أرض المقدسة ويخرب بيوتكم ويدمركم تدميرا ويطهر بيت المقدس من نجسكم ويحفظ المسلمين وأبناء الشهداء من مكائدكم وشروركم إن شاء الله عن قريب. نسأل الله ونتمني ونرجو الله عز وجل أن يصدم إسرائيل وأن يهلك اليهود الصهيوني الإسرائيلي، وينصر المسلمين في فلسطين، ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يرزقهم رزقا كريما، وأن يجعل لهم سلطانا نصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين المرتدين المخزلين. اللهم اغذل من كذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغذل من أنكر توحيدك ورسالة نبيك وعقيدة ختم النبوة، ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا